فاكر لما حنان كانت تعبانه والراجل النصاب ده كان عايز يبيعها شقتها وتقبض عليه؟ يوميها قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي مش هتشوفي النوم. وحنان كمان قالت لي حاجه اغرب، قالت لي انه شافك. يعني ايه شافك؟ انا مش فاهمه. اه انا فاكر الحاجات دي. من وقتها يا اياد انا بشوف خيالات غريبه، بسمع اصوات مش موجوده، في حاجه غريبه بتحصل معايا. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه بجد، انا بحلم احلام مش طبيعيه. مش عشان انا زعلانه، انا مش صغيره وفاهمه كويس قوي ان اللي بيحصل معايا حاجه مش طبيعيه. انت عارفه كلام ده معناه ايه؟ ايه معناه؟ انك اتصبتي. نعم، لما ما صدقتيش حنان ولما وقفتي قدام الشيخ اتصبتي. يعني ايه اتصبتي؟ يعني بقى معاكي جن موجود حواليكي. ايه الكلام الفارغ ده؟ طبيعي دي عشان تفهمي، انت نفسك بتقولي انك ولا تعبانه ولا زعلانه، والمشكله ان احساسك بالحاجات اللي بتحصل دي انها حقيقيه، يبقى انت اللي رافضه تصدقي وتقتنعي بيها. اياد انا لا تربيتي ولا علمي ولا حياتي تخليني اقتنع بالكلام ده. ازاي؟ ده موجود في كل التراث العالمي. بلاش التراث، مش انت بتصدقي القران؟ ايوه طبعا، القران اتكلم عن الجن والانجيل والتوراه كمان. مش بس كده، كل الأديان اللي بيتقال عليها أديان غير سماوية اتكلمت على نفس الموضوع، بس سميته بأسامي تانية، روح الشريرة، الطاقة، الحضور، أي اسم وخلاص. المهم إن كله اتكلم على العالم اللي إحنا ما بنشوفوش وبيأثر علينا. بس أكيد في تفسير علمي ومنطقي لكل اللي بيحصل ده. هو أنت ليه بتقولي الكلام وضده؟ أنا بقول كلامه ضده عشان في حاجة مش طبيعية بتحصل معايا، وفي نفس الوقت في حاجة اسمها علم. يمكن كل ده عشان انا متوتره وما بنامش كفايه. خلاص يبقى نتكلم عن التوتر وما نتكلمش على الاحلام ولا اللي حنان قالته. اياد انا تعبانه وانا حاسس بيكي وعاوز اساعدك، بس اللي انت بتحكي فيه ده محتاج منك انك تصدقي ان في عالم تاني بيتواصل معانا وبيأثر فينا بكذا شكل. اياد انا باخد مهدئ. واكيد طبعا مش جايب نتيجه وكل حاجه زي ما هي. مظبوط. ما ده طبيعي يا نور، لأن اللي انت فيه ده مش نفسي. لا ممكن يكون نفسي. يوه خلاص روح الدكتور شوفي هيقولك ايه. يا نور يا نور صدقيني انا عايز اساعدك وانت بتعنيدي، الموضوع ده بالذات ما فيهوش عند، خلينا نلحق المشكله في اولها ونحلها ونخلص منها. هنعمل ايه يعني؟ هنروح لشيخ طبعا. لا طبعا عايزني اروح لنصاب. انت ناسي اللي حصل مع حنان؟ يا ستي مش كلهم نصابين. لا كلهم نصابين، والكلام ده كله كذب في كذب، مش عشان شويه خيالات وانا مش نايمه كويس اعمل في نفسي كده. انا مش هروح لناس عايشه في التخاريف. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.